السلام عليكم، مساء النور أيها الجزائريون وأيتها الجزائريات. رمضان مبارك وفطور ميمون إن شاء الله. هذه المدخلة الخطرة هذه نخصصها لرئيس حمص عبد الرزاق مقري. شكون ما يعرفش عبد الرزاق مقري؟ صاحب الخراجات البهلوانية، هو يحب يظهر بزاف على الساحة السياسية كأنه يعني يحوس على كموقع في الساحة السياسية، وهو الخبايا نتاعه يعني معروفة على كل حال عند العام والخاص. ولكن حبيت ندير القراءة نتاعي حول هذا الشخص، يعني بالأخص عبد الرزاق مقري اللي هو معروف على كل حال يحب المنصب بزاف وما يحبش يتخلى عليه، لأن كي يتبوأ المنصب كما هذا هو يحب يظهر باش الناس قاعد تشوف فيه وتسمع له. ولكن أنا أعتبره إنسان خطير على أمن البلاد. لماذا أقول هذا الكلام؟ بحكم أنه إخواني وترعرع في بيت الخوانجية، وحنا نعرف الخوانجية الأصول تاعها واش هي. هي أصول تاعها إسرائيلية ومن وراءها اليهود والحركة الماسونية، واللي المنبع نتاعها في المغرب، لأن أصل الخوانجية بدات من المغرب، من المغرب كما نقول، لأن الأب نتاع الخوانجية وكان يمتهن حرفة صناعة السوايع كما يقولوا بالدرجة نتاعنا، وهذه حرفة معروفة عند اليهود المغاربة. ولما هذا الشخص اللي هو تبنى الفكر الإخواني اللي مراه الحركة الماسونية وفريندام هاوس والمنظمات المرتبطة بها العالمية، وعبد الرزاق مقري يعرفها مليح على كل حال، محتك بها بطريقة مندسة. فإذا علاش راني نقول هذا الكلام؟ لأن من 2010 لما بدات سياسة الخراب العربي، لأن كيف خربت هذه البلدان مثل سوريا ومثل العراق ومثل اليمن ومثل ليبيا، هم في الأساس هي حركة الإخوان وفي مصر بالأساس. فإذا هذه الحركة التي ينتمي إليها عبد الرزاق مقري هي تعمل لصالح إسرائيل وتعمل لصالح دول الخليج وتعمل لصالح أمريكا وبريطانيا وفرنسا، لأن المنشأ نتاعها السياسي هي بريطانيا. المركز الأساسي نتاع الخوانجية هو في بريطانيا. احنا شفنا كل الدول تاع الخراب العربي اللي جاوا من بعد تفجير الاوضاع في البلدان هذه، جاوا حكموا ركبوا الموجه نتاع ثورات ونصبوا رواحهم اوصياء على من قاد الثور. فاذا نحن لا نريد ان يقع لنا ما وقع لسوريا وليبيا واليمن والعراق عن طريق مقري. لماذا مقري هو يتحرك كثيرا هذه الايام وقد تحرك من قبل، وهو يلقي كل مرة يعني مبادرة؟ هي ليست مبادرة، وإنما هو يتجسس لصالح قوى خارجية. هو لما يريد أن يلتقي بالقائد صالح بالمؤسسة العسكرية ويفرض عليها مبادرة، والجيش الوطني الشعبي كان في المستوى لما رفض المبادرة نتاع مقري، هو يبحث عن توغل داخل هذه الأجهزة ليأخذ المعلومات اللازمة ثم يعطيها لأسياده. هكذا يفعلون، يعني هادو حركة الإخوان لا دين لهم ولا ملة لهم. صحيح هم يرفعون شعار الإسلام هو الحل، ولكن هذه الحركة الإخوانجية نحن شاهدنا كيف اليوم في مصر وفي ليبيا كيف تدمر. الإخوان هم الذين الآن يدمرون ليبيا، وخرجت يعني جبهة أخرى متمثلة في السعودية وفي الإمارات وفي مصر اللي يحاربوا مع جنرال حفتر في أرض ليبيا، الأرض الأمازيغية نتاعنا.
لهذا مقري هو ما يعترفش بالأمازيغية عندنا، لأن لو نضع مقارنة بين هذا مقري ورشيد الغنوشي تاع تونس، اليوم راه مسيطر على البرلمان الغنوشي، هو راه يستنى في الدقيقة الأخيرة باش ينقض على الحكم في تونس، هو راه يعمل كما يعمل اليوم عندنا مقري، هو ينتظر اللحظة الحاسمة باش ينقض على الحكم. قولوا لي، نقول لكم انايا، هذه الحركه تاع الاخوان وبالاخص هذا مقري، هو يعني ربما السؤال موجه لمدير المخابرات وهما على علم بتحركاته. على كل حال، كان من مره يعني ذهب الى تركيا الى قلب الخوانجيه التي اذا زعمها هذه الحركه، يعني سموها يعني سلطان المسلمين، هذا اردوغان اللي حب يرد روحه سلطان المسلمين، وهو اليوم كيفاش راه يفجر في ليبيا، وفي حتى مقرات سرية دارها أردوغان في ليبيا باش يمول بالسلاح هذه الحركة الإخوانية، وإحنا شفنا اليوم كيفاش راه التقاتل ما بين الشعب، أفراد الشعب الواحد الأمازيغيين راهم يتقاتلوا بعضهم. إذا مقري هو يلعب على هذه الورقة لكي يتموقع في الساحة السياسية حتى يكسب شعبية، وعن طريق الشعبية هو يستعملها يعني للانقضاض على الحكم. فإذن هو وسيلته السرية والخفية هما، يعني هذه الحركة هما الهدف بتاعهم الأساسي الاستيلاء على البرلمان. هما لما يستولوا على البرلمان يستولوا على الحكم، كما وقع في مصر. هذا مرسي صحيح يقولون أنه انتخب بطريقة شرعية، لا، لأن حركة الإخوان سرقوا الثورة المصرية، سرقوها وركبوا الموجة واستعملوا نفس الشعبية اللي كانت عند شباب الثائر، كما اليوم عندنا شباب راه يثور اليوم مثلا طلبة توانا. دوك يجي مقري من بعد ربما راه عنده خلايا نائمة في وسط الطلبة ويستغلهم في اللحظة الحاسمة. فإذا احنا نطلب الحذر من هذا الشخص، وعلى مدير المخابرات يعني أن يكشف خبايا هذا الرجل، لأن هذه الأيام هو يحاول أن يزرع الفتنة في وسط الشعب الجزائري. وما يعني ما قاله الأخير، يعني هو كان ينعت منطقة القبائل بأشياء يعني لا تليق بها، فهو يكون عدوى لهذه المنطقة عبر هذا المقال، وهنا كشف على أنيابه، لأنه يحاول بهذا المقال أن يصطف في صف قايد صالح، لأن قايد صالح هو خارج هاطيطاي، يعني هو اعتقل هؤلاء يعني رجال العصابة، رجال العصابة، ومقري هو يحاول بهذا التملق للفرار ربما من أي اتهام قد يأتيه من بعد. وأنا أتهمه على كل حال، هذا العبد الضعيف لا يتكلم معكم، أتهمه بالعمالة لتركيا، لأن الإخوان بقيادة أردوغان، لأن أردوغان هو يحاول أن يؤسس للخلافة الإسلامية، والشعار المرفوع عند الإخوان هو إمارة إسلامية، دولة إسلامية. فإذا هذا خطأ كبير، لأن الإخوان هم يعملون لصالح إسرائيل، وأعطيكم الدليل القاطع، أردوغان هو الذي باع القدس لإسرائيل أيام شارون، وأمضى على وثيقة في عند المعبد اليهودي الإسرائيلي، وأمضى على وثيقة تسليم القدس لإسرائيل. فإذا باش تعرفوا، هاد الخوانجية عندهم سكونابيل دوبل فاس، عندهم واجهة الخطاب الإسلامي، ومن وراء الخطاب الإسلامي هناك دسائس يعملون بواسطتها للاستيلاء على الأنظمة. وهنا في همام المخابرات الأمريكية في 2005 بدأت تهتم بحركة الإخوان وتدعمها بالأموال وبالأسلحة حتى تسيطر على الأنظمة
تاع الدول العربية باش يكونوا سهلين للاستعمال والترويج. إذن كما قلت الخوانجية هي حركة لا دين لها ولا ملة لها. فإذن عبد الرزاق مقري للتاريخ يعني ما عندهاش بزاف العام الماضي هو سب الشعب الجزائري. واش قال لهم؟ عند زيارة أردوغان لما تم ترميم مسجد كتشاوا وهو يعني دار ندوة صحفية وسب الجزائريين اللي رفضوا زيارة أردوغان وسماهم بالمنسوخين، هؤلاء الذين يعارضون على وكلام انتهوا، هؤلاء الذين يعارضون مجيء أردوغان فهم ممسوخين. يعني كلمة ممسوخين عندها يعني تاريخ في القرآن تاعنا وفي الدين تاعنا وعندها علاقة بالقرادة والخنازير. كأنه يقول كل من يعارض مجيء أردوغان للجزائر فهم قردة وخنازير، وهذا واقع على كل حال. ونعطيكم دليل واحد آخر على هذا عبد الرزاق مقري، اللي هو إنسان تاع فتنة، هو ينشر الفتنة حتى داخل الأسرة الجزائرية. ذكركم في 8 مارس يعني هو قالها أيضا في ندوة صحفية، وقال لهم وجه خطاب للنساء بمناسبة يعني 8 مارس عيد المرأة، وقال لهم باللي أنتم نصف المجتمع، وإلى تتمردوا على الأزواج نتاعكم، يعني باش تشوف كيفاش يحرش النساء ضد الأزواج نتاعهم. هنا فيه عملية إحداث فتنة لتفجير الأسرة الجزائرية من الداخل. خليني نعطيكم دليل واحد آخر، هذا مقري إنسان خطير على كل حال، وسمعوا كلامي مليح والتاريخ لا ينسى. هذا عبد الرزاق مقري، علاش قلت لكم يحب الرئاسة نتاع حمص؟ هو راح هدا سيارة للجرة السلطاني اللي هو كان رئيس حمص مقبل ما يجي مقري، ولكن خوفا على منصبه في الرئاسة راح هدا له سيارة ب 300 مليون، وهو اللي قالها فيديو مسجل، أعطاه سيارة قيمتها ب 300 مليون باش ما ينافسوش على رئاسة حمص. فإذن باش تعرفوا بلي هاد الخوانجية هما أخطر، احنا شفنا كيف دمروا هذه البلدان. فإذن هذه الحركة لا تؤمن بوطنيتنا، بوطنية الجزائر، لأن الولاء نتاع الخوانجية وبالأخص مقري، راني جبت لكم مثال على أردوغان، الولاء نتاعو ماهوش للجزائر، الولاء نتاعو للمرشد نتاع الإخوان اللي موجود في مصر. فإذا مقري هو عميل الإخوان ومخبر الإخوان لدينا. هو يقول اليوم راه يصرح يقول لك أنا ما ديت ما خونت ما سرقت، حنا نقولوا له بلي تسمى راك تقول بلي سرقت وراك يعني درت أشياء، لأنه هو راه يتهرب، هو راه يتهرب من التهم، هو راه يتهرب من التهم. كان فيه حتى كلام في قضية الكوكايين، وفي حتى هذا كيسموه كمال بوش يقولوا هذه المعلومة على كل حال يجب أن نحقق فيها، يقولوا حتى أموال كمال البوشي بما أنه كان متقرب من حماس بزاف، وكان يمول حركة حماس، وراح بنى حتى مساجد، يعني شارك في بناء مساجد عن طريق حمص. وحنا هذا مقري لازم يجاوبنا على هذه القضية إذا كانت صحيحة ولا لا. وأنا يعني أطرح قضية مقري في كل سلوكه مادام هو على رئاسة حمص أن يخضع للتحقيق كيف هو يسير حمص، من أين تأتيه الأموال، بما أنه يدافع عن أردوغان وعن تركيا الخوانجية. فإذن هذا الكلام أقوله حتى يعرف الجميع أن عبد الرزاق مقري هو عميل الموساد، عميل مخابرات أمريكية، وعميل مخابرات بريطانية، وهذه الحركة لها جذور ولها جمعيات وهمية تعمل في الخفاء، ممولة من طرف جمعيات عالمية كفريدم هاوس كروتاري كلوب. هذه الجمعيات التي تعمل في إطارها العالمي ولها يعني تنظيم كتنظيم الإخوان، لما نربط حركة الإخوان بالحركة المسؤولية، فالتنظيم نتاعها تقريبا
فيه يعني ما فيش فرق بزاف. التنظيم تاع الحركة الماسونية والتنظيم تاع الحركة تاع الإخوان هي تقريبا كيف. فإذا حركة الإخوان هي واجهة، ومن ورائها الحركة الماسونية التي اليوم تسيطر تقريبا على كل البلدان، يعني عن طريق أفعال خفية يقوم بها حتى مسؤولون في بعض البلدان، وهم يسمحون لها بالنشاط بكل حرية. فإذا أردت أن أضع هذا الفيديو خصيصا لعبد الرزاق مقري الذي تهجم اليوم بفقرات على الفيسبوك وتكلم بصفة غير مباشرة عن منطقة القبائل، هذه المنطقة التي هي أصبحت عاصية على الإخوانجية، لأن لم يستطيعوا أن يتموقعوا في هذه المنطقة وطردوهم حتى. ونحن عرفنا يعني كيف من قبل كان المرحوم محفوظ نحناح كان يقول على مدينة تيزي وزو، يقول ها هي مدينة 1000 مخمرة و1000 مسجد. هذا كلام محفوظ نحناح على كل حال. ونحناح حضرت له يعني محاضرة ألقاها في 91 لما كان في زيارة الوهرن وفي ملعب ثيران، الناس تاع الوهرن يعرفوا هذا الملعب على كل حال، وأنا كنت حاضر وأظهر عداوته لمنطقة القبائل. هذا محفوظ نحناح، لأن الإخوانجية هم يعملون ضد هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة هي متمردة عن النظام القائم، فالنظام هو يستعمل هذه حركة الإخوان وما مشاركتها في الحكومة. لماذا تشارك في الحكومة وهي حكومة غير شرعية؟ فإذا حماس تلعب كل الأدوار حتى أربط هذا بقضية نحن في وهران في ملعب الثيران. ولما بدأ محاضرته ماذا قال؟ هؤلاء الذين يتفاخرون بيوغورتا وبماسيليسا وبسيفاكس فلا نقبل أن يرجعونا إلى عهد الجاهلية. ومن حسن حظه كانت امرأة متجربة يعني بجانبه، فضربته على الكتف ففكرته وقالت له أنه ربما من بين الحضور هناك قبائل لا يعجبهم هذا الكلام، فغير في لحظة غير يعني سلوكه وبدأ يمدح في هذه المنطقة، وقال هناك عظماء في هذه المنطقة مثل عميروش ومثل كريم بلقاسم واللي كانوا حاضرين ينجموا يأكدوا هذا الكلام على كل حال. فإذا هذه الحركة التي لا تعترف بالأصول تاع البلدان ولا تعترف بالحدود بين البلدان، فهي واجهتها العمل الإسلامي العمل الخيري، قوتها يعني هي قوتها في التنظيم، هي بارعة في التنظيم على كل حال وفي حشد الجماهير، لأن تدربت على هذا. ولمن لا يعرف هذه الحركة وهي تنشط كثيرا في الجامعات الجزائرية ومنخرطيها لا يعرفون على كل حال، وعبد الرزاق مقري هو يلعب الورقة يعني كما نقولوا نيميرو 10 في الملعب السياسي، هو يبحث عن التموقع. حتى أذكر الجزائريين والجزائريات حتى هذا مرسي اللي تبوأ يعني رئاسة مصر على كل حال، لما وصل السلطة وش دار؟ هو قصى 25 مليون قبطي، هو يقول بلي هادو ليسوا عرب، فهمشهم حتى في الدستور ووضع مادة هي أخطر من كلام الله. فقال في هذه المادة قرارات الرئيس لا يمكن الطعن فيها، يعني يوازي كلامه بكلام الله. يعني باش تعرفوا هذه الخوانجية لا دين لهم كما قلت ولا ملة لهم. ومحفوظ نحناح للتاريخ على كل حال، لأن النظام نتاع بوتفليقة منذ 99 كان نحناح استدرج بوتفليقة
للبليدة وفي مكان سري، وأعطاه كل النصائح التي يجب أن يتبعها بوتفليقة فيما يخص الدعوة والتوجه العربي الإسلامي للجزائر. فإذا من هنا نفهم أن حركة الإخوان بدأت تتوغل في جهاز النظام على كل المستويات، وهي تحضر نفسها حتى تنقض على الحكم، لأن لها مهمة لم تكتمل بعد، وعبد الرزاق مقري هو يلعب هذا الدور. فإذا هذا اللقاء اللي وقع بيننا هنا وبوتفليقة وتبعه احتكاك بوتفليقة بناعم مصالح هاته الفتنة، هاته المرأة التي تحدث الفتنة في النسيج الاجتماعي الجزائري، مثل أسامة واحد وختال، وهذا الذي هارب من الخارج الذي تدرب على يد الوهابية في السعودية، هذا كيف يسموه في بريطانيا، اللي كان مسجون وكان عنده يد طولة في الفتنة اللي وقعت في مدينة غردايا، وهو إخواني تربى على يد الوهابية في السعودية، سقلاب لا يسموه سقلاب أظن. فإذا نعيمة صالحي احتكت أيضا مع بوتفليقة، وبعد ذلك احتك يوسف القرضاوي بحكم أن زوجته من مدينة معسكر، هذه أسماء بن قادة، وتعرفوا باللي القرضاوي هو رئيس جمعية العلماء المسلمين اللي تتبنى الفكر والفكر الإخواني، واللي كان هو يقود هذه الحركة نتاع الخراب العربي. هذا القرضاوي اللي كان الصديق الوفي نتاع بوتفليقة. فإذا علاقة الإخوان ببوتفليقة وما بعد ذلك بسعيد هي علاقة استراتيجية، هي ورقة يستعملها النظام ليدفع بها بهذه الحركة حتى تخلط الأوراق في الساحة السياسية. فإذا وبعد ذلك لما قرضاوي طلق الزوجة نتاعو اللي قلت لكم من أصل جزائري، فرضت أميرة قطر، هذه الشيخة موزة، هذه أميرة قطر الشيخة موزة، فرضت على بوتفليقة باش توظف هذه طريقة القرضاوي في جبهة التحرير الوطني، وهي خوانجية. فإذا الخوانجية راهم في جبهة التحرير، راهي للآن مازالت في جبهة التحرير. فإذا باش تعرفوا لماذا هي في جبهة التحرير وهي من التيار الإخواني، فإذا باش تعرفوا بلي هذا عبد الرزاق مقري هو يلعب أكثر من ورقة، وله أجندة على كل حال مع أردوغان. احنا نعرفوا اليوم كيف قطر هي محمية من تركيا، وليبيا اليوم تركيا تأخذ حربا في ليبيا، كما يعني توسلت إلى النظام بشير في السودان، التي أهدى هذا البشير أهدى يعني جزيرة بكري كانت تابعة للخلافة الإسلامية، أهداها لتركيا قطعة من أرضه، مدها لتركيا كهدية لأنها كانت تنتمي للدولة العثمانية بكري. فإذا باش تعرفوا يعني هذه الحركة تاع الإخوان هي حركة خطيرة جدا، إن لم ننتبه فهي تحاول أن تسيطر على الوضع السياسي والوضع الثقافي في الجزائر في انتظار استيلاء الحكم في تونس، لأن الغنوشي هو ينتظر. ماذا قال يعني هذا الغنوشي اللي في تونس، هذا الخوانجي اللي كان في بريطانيا، اللي كان في بريطانيا ولما انتصرت الثورة التونسية جركب الموجة، واليوم راه مسؤول في تونس وراه يقود الأغلبية في البرلمان. فإذا هذه الحركة التي يتزعمها أيضا رشيد الغنوشي ماذا قال؟ قال له الصحفي ما رأيك في الثورات العربية؟ يجاوبه يقول له ما دامت الثورات العربية على قيد الحياة فنحن بخير. وقال له تكلم له قال له ما هي اللغة التي تفضلها؟ قال ليس هناك أي لغة أخرى غير العربية. يعني هو يعني على حسب رأيه فرض اللغة العربية لأنها هي لغة الشعب الذي يسكن هذه الأرض، وهو
في الحقيقة هذه الأرض، يعني أتكلم عن تونس وهي أرض أمازيغية، وليبيا أرض أمازيغية، والجزائر أرض أمازيغية، والمغرب أرض أمازيغية، دونك كل شمال إفريقيا هي أمازيغية. وانظروا كيف هذه الحركة تطمس هوية هذا الشعب اللي موجود في أرضه أكثر من 5000 سنة. فإذا هذه الحركة لماذا تطلق عداوتها على منطقتنا، هذه المنطقة العزيزة علينا، هي منطقة القبائل، حتى يحاصروها، يعني ما تبقاش يعني تتمرد، يعني المنطقة هما في حركة مضادة ضد هذه المنطقة حتى يحاصروها، باش ما تكونش يعني ما تديش ردات فعل ضد هذه الحركة تاع الخونجية، ولا ضد حركة النظام القائم اللي اليوم احنا نسموه بالعصابة، والعصابات يعني ماهيش عصابة واحدة، في عصابات، في عصابة عسكرية، وفي عصابة سياسية، وفي عصابة مالية، وفي عصابة تاع المسؤولين اللي راهم في الإدارة الجزائرية. الدعوة راهي مشبكة بزاف، يعني باش نظفوا هذه الأمور الثورة تاعنا لازم تسمح. أردت فقط أن أضع هذا الفيديو خصيصا لعبد الرزاق مقري، لأقول أنه إنسان خطير ويجب أن يخضع للتحقيق كالآخرين. نحن لا نتهمه، ولكن هذه الخرجات يعني تدل على شيء ما، يعني نظن باللي في كرشو تبن، ولما يجي الريسيرش تاعو يقول لك انا ما كيت والو ما درت والو، يعني البسيكولوج يقول لك راه داير. اما لا، هاد لو جيست اللي داروا، حنا نطالب الدوله ان يخضع للتحقيق فورا، مثله مثل الاخرين. الا هو بريء راه بريء، ولا راه متهم راه متهم، يفوت العدالة كما الناس، كي أيها الناس. وفي الأخير أقول لكم السلام عليكم، وصح صحوكم، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.